مرحب بيك يا كابتن هيثم مرة تانية، ألف مليون مبروك لكل الأهلاوية. الحمد لله، يعني فتيات الذهب أبطال الدوري أو بطلات الدوري للمرة 39 في تاريخهم. شفنا مباراة كبيرة صعبة جدا، مشوار ما كانش سهل أبدا. خلينا نروح دلوقتي لواحدة من نجمات الفريق ليبرو، فريق كابتن ندى وليد. برحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي، ألف مليون مبروك. دوري مش سهل أبدا، يمكن يعني زي ما بنقول كده من بق الأسد. تقولي إيه النهاردة عن المباراة وعن المشوار عموما في الدوري؟ أولا الله يبارك فيكي، وأحب أشكر الجمهور وكل الناس اللي وقفت وساندتنا في ظهرنا. تقريبا دي اصعب بطوله انا لعبتها في حياتي، كمان احنا اول ماتش لينا كنا خسرناه، بس ده بقى ادانا بوش اكتر ان احنا لا، احنا الدوري ده لازم نكسبه. احنا عمرنا ما خسرنا دوري، فمش هنيجي السنه دي هنخسر الدوري ده. فاحنا كلنا شجعنا بعض قوي. هي مش فولي، هي نفسيه، هي احسن حاجه فيها ان احنا نفسيتنا مع بعض، كنا كويسين قوي، واحنا بجد كنا عايزين نكسب قوي علشان نرد اي حد يعني يتكلم علينا وحش. فالحمد لله، ونشكر الجمهور على كل حاجه، والحمد لله ان احنا فرحناهم. كابتن ندى، يمكن اول جيم احنا خسرناها ما كناش مفوقين فيها، تاني جيم الحمد لله قدرنا احنا نحقق الفوز. النهارده ماتش صعب جدا، الزمالك كان خصم تقيل جدا، هنقابله تاني خلاص خلال اقل من 10 ايام عندنا مواجهات كاس مصر. هنستعد ازاي والاخطاء نتفاداها ازاي اللي حصلت في الدوري؟ هو احنا طبعا هنفرح شويه، يعني يومين كده كل واحد يفرح ان خدنا البطوله دي، بس وانس ان احنا خلاص رجعنا للتمرين احنا هننسى كل حاجه وهنرجع تاني من الاول ونتمرن اكتر واكتر، لان فعلا فرقه الزمالك يعني فرقه محترمه جدا وفرقه كويسه قوي، عندها فولي كويس قوي. فهنكمل بقى ان شاء الله على كده واحسن، وان شاء الله هنكسب الكاس وناخد افريقيا كمان ان شاء الله. حضور النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عشان يؤازركم كان موجود، شفنا يعني رد للجميل، فكره ان انتوا سلمتوه كل الميداليات، لقطه حلوه قوي، رد للجميل. يعني الحقيقه كلنا كنا فخورين باللقطه دي. تقولي ايه النهارده على اللقطه دي؟ طبعا نشكر كابتن بيبو ان هو كان معانا في ماتش زي ده، وهو بجد دعم يعني دعمنا الاول ودايما معانا ودايما بيكلمنا حتى لو هو مش موجود. بس فاحنا طبعا احنا يعني الدوري ده بنهديه له وبنهديه لكابتن حمدي وكل حد بجد كان معانا يعني السيزون دوت.